ويقول أنس بن مالك وقد أرسلته أمه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير عنده 10 سنوات وأمه أم سليم بنت ملحان، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنفني قط ولم يشتمني قط، وكنت قد أرسلني لقضاء حاجة يريدها فوجدت الصبيان فلعبت معهم، فلما تأخرت عليه قال أرهقتني، والله لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك. السواك يعني عود لا يتعدى 10 سنتي، تخيل لو أن احنا ضربنا به طفل كده على إيده، يعني لا يضار ولا يتألم لأنه ليس أداة للضرب، ولكن هذا الصدام العود باليد كأنه سيسبب شيئا من الوجع الخفيف فيعتبر أن هذا هو العقاب، ولكنه لم يفعل هذا، لم يضربه أصلا لا بسواك ولا بغيره. لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك، هذا الوجع البسيط حتى لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فكان هذا أشد ما وجدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسألني عن فعل فعلته لما فعلت، ولا عن شيء تركته لما تركته.